انه بدأ ينيكني مرة واحدة باليوم، اعرض عليه فكرة الزواج، اقول له شفت واحدة حلوة وايش رأيك تتزوجها، واذا عندك انت واحدة احسن، بس انا شايفة لك واحدة، بس اذا انت عندك حاطت عينك على واحدة تجيبها مني ونصير انا وياه زي الاخوات. لا ينيك لي ولا ليك، على الأقل أسمع قاعد ينيك. إذا تزوج راح يصير يروح عند الزوجة الثانية هذه الجديدة أسبوع شهر عسل، عرفت كيف؟ وبعدين راح يشتاق.